المسموع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام، وحلقة جديدة من خلالها نستضيف أحد الأطباء اللي راح يحدثونا عن مواضيع مختلفة ومتعددة من أجل صحتنا وسلامتنا وعافيتنا. واليوم مستمعينا الكرام حديثنا في طبابة ألف وعيادتكم المسموعة عن الوقاية وجمال الأسنان مع الدكتور أيمن بوزير، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان من عيادات المرجع الطبي بمدينة جدة. الوقاية وعلاقة هذه الوقاية بجمال الأسنان ارتباط وثيق، لابد أن أول بداية نعرف إيش هذه العلاقة. راح يحدثنا عن الدكتور أيمن. بداية نرحب فيك أيمن، ويا هلا فيك والله. يا هلا فيك، بنرحب فيكم وبنرحب بمستمعين ألف ألف. الله يسلمك، حياك الله. طبعا أكيد إحنا بنقول وقاية وجمال الأسنان، الارتباط ما بين الموضوعين. طيب، تكاد العلاقة أنها تكون علاقة طردية بين الوقاية وبين جمال الأسنان. متى ما كانت هناك محافظة ورعاية واهتمام بالأسنان، متى ما ظهرت الأسنان بالشكل الصحيح وبالشكل الجميل. نعم. هناك مفهوم خاطئ أنه عند عامة الناس أنه الوقاية بالنسبة للأسنان بتبدأ في مرحلة متأخرة من العمر، بس نحب نوضح أنه الاهتمام والرعاية تبدأ عند بداية ظهور الأسنان اللبنية عند الطفل عند عمر 6 أشهر، اللي هي المرحلة من 6 أشهر إلى 6 سنوات، وهذه المرحلة اللي هي مرحلة ظهور الأسنان اللبنية. خلينا نقسم هذه المرحلة العمرية إلى قسمين عشان نوضح الموضوع أكثر. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الطفولة، اللي هي من 6 أشهر إلى 6 سنوات، وبعد كده المرحلة اللي هي ما فوق 6 سنوات، اللي هي مرحلة ظهور الأسنان الدائمة. كيف تكون المحافظة على الأسنان عند عمر 6 شهور؟ كثير من الناس يقولوا دكتور معقول إنه إحنا يعني الطفل عمره 6 شهور أو 8 شهور أو سنة يستخدم فرشة ومعجون؟ لا، تكون المحافظة عادة إنه الطفل بيبدأ الأهل الاهتمام بأسنان أطفالهم عند عمر 1.5 سنة إلى 2 سنين فما فوق. نعم. اللي هي المرحلة اللي يبدأ فيها الطفل إنه يبدأ يتعود على استخدام الفرشة والمعجون والمضمضة. نعم. لكن هذا الشيء خاطئ. ليه؟ لأنه عندنا من 1.5 سنة أو 2 سنين فما دون تكاد إنه تكون الوجبة الأخيرة للطفل اللي هو الحليب. نعم. قبل النوم وأثناء النوم، والحليب يعني بيحتوي على سكريات بتبقى على طبقة الأسنان في فم الطفل خلال فترة النوم الطبيعية اللي هي من 7 إلى 8 ساعات، وهذه فترة كافية لخلق بيئة خصبة لتكون البكتيريا المسببة لطبقة الجير، واللي بتتطور فيما بعد ذلك إلى أنها تتكون تسوسات. نعم. واللي بتظهر بعد كده نتائجها في مرحلة متأخرة عند سن 4 أو 5 سنوات. عشان كده احنا بنلاحظ انه اغلب الاطفال بيبدأوا مراجعة عيادات الاسنان عند عمر 4 سنين أو 5 سنوات. فدايما بننصح الامهات انه اثناء فترة النوم بعد شرب الحليب انه قطنة بسيطة مبلولة بموية يتم مسح سطح الاسنان على اساس انه ما تبقى طبقة الحليب فيها. ويبدأوا من عند عمر 1.5 أو 2 سنين بيبدأوا يعلموا أطفالهم كيف يبدأوا يستخدموا الفرشة والمعجون لتسهيل عملية تنظيف الأسنان. يعني هذه البداية تكون من 1.5 سنة؟ البداية كتعليم الفرشة والمعجون والمضمضة من 1.5 سنة، يبدأ الطفل يبدأ يتعلم شوية شوية. نعم. يعني بنعوده طبعا بياخدوا عشان بيضمنوا سلامة ونظافة الأسنان اللبنية. الأسنان اللبنية نعم. نعم. لأنه طالما أنه الأسنان اللبنية نشأت بطريقة صحيحة، لأنه هي القاعدة وهي الأساس. نعم. متى ما كان الأساس صحيح معناته أنه إحنا نحصل على نتائج طيبة، ظهور للأسنان الدائمة بشكل صحيح في أماكنها الصحيحة بشكل ممتاز، وهذه أول خطوة لظهور الأسنان بالشكل الجميل أو بالشكل الصحيح. جميل جدا. أنا أذكر المستمعين الكرام بأنه إحنا رح
نأخذ جميع أرقامكم لنتصل عليكم. طبعا حتى تتصل علينا هاتفيا ترسلوا رسالة نصية تكتبوا فيها طبابة واسمكم، وإحنا راح نوفر عليكم موضوع الاتصال ونتصل عليكم. فقط ارسل رسالة نصية على الأرقام التالية على STC85-1040، موبايلي 66301، وأخيرا في زين 701313. وموضوعنا اليوم عن الوقاية وجمال الأسنان مع الدكتور أيمن بوزير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان من عيادات المرجع الطبي بمدينة جدة. طبعا هذا كان في البداية الحديث عن الوقاية للأسنان اللبنية عند الأطفال، لابد أنه نهتم في ذلك. يعني مراجعة الطبيب كذلك دكتور أيمن مهمة، غير أنه مسألة التنظيف فعلا. بس لما نيجي نتكلم عن طفل عمره 2 أو 3 سنين، نادر ما يكون تودد الطفل عند 3 سنوات أو 2 سنين أو أقل من 3 سنوات لعيادة الأسنان. نعم. ليه؟ الرهبة، الخوف، إلا إذا كان في شيء معين. إلا إذا في شيء ضروري، يعني دائما بيشتكي من ألم، ما بينام، فهنا الأهل بيضطروا إنه يأخذ الطفل لعيادة الأسنان. نعم. ممكن إحنا نسأل نقول إيش تأثير أو إهمال هذه الفترة العمرية اللي هي دون 6 سنوات؟ نعم. في ناس بيقولوا طيب يا دكتور الأسنان اللبنية ممكن هتطلع وحيحل محل أسنان دائمة، ليش إحنا بنحافظ عليها؟ ليش نهتم فيها ما دام أساسا يعني حتى لو كانت خربت ولا تسوست هيطلع فيها مكانها شيء جديد يعني. تمام. بتظهر نتائج عدم المحافظة في البداية بظهور التصبغات على سطح أسنان الطفل. واللي بتتطور بعد كذا إلى تكون أو إلى تآكل في السن، في سطح السن، وبالتالي بيتسبب أيضا إلى تسوس الأسنان، وتبدأ ظهور الحفر على سطح الأسنان وبين الأسنان مما يسبب تآكلها وضعفها وتكون عرضة للكسر. إيش تأثيرها على يعني إيش تأثيرها على الأسنان الدائمة؟ طيب بيجيني أنا طفل عنده 4 سنين بيشتكي من ألم في الأسنان، احتمال يكون سوس بسيط، هنا احنا بنعالجه بتنظيف السوس بحشوها، بتكون علاج بسيط. عادة الطفل لما بيجي للعيادة لأول مرة دائما بننصح يعني الأهل انه ما نكون يعني بنضغط على الطفل انه بيقعد على الكرسي او تعال اقعد او غصبا عنك عشان يشوفك الدكتور ويعالجك. دائما الطبيب يكون يخلي الجلسة الأولى يعني جلسة بسيطة، بياخذ وبيعطي مع الطفل، بيضحك معاه، بيكشف على اسنانه من بعيد لبعيد، وبيعطيه موعد ثاني بس عشان يهيئ الطفل نفسيا انه يتقبل يجي للعياده وانه الطبيب يكشف عليه ويشوفه. نعم. بعد كذا بنبدا نكشف على المريض، على الطفل عفوا، نكشف على الطفل. فاذا كان المشكله تطورت إلى أكثر من تسوس بسيط ووصلت مثلا إلى علاج عصب أو أنه بدأت الأسنان تتكسر، وعادة عند 5 سنين بيجوا أطفال كثير بنلقى أسنانهم مكسورة واصلة إلى طرف اللثة. هنا صعب على الطبيب أنه يعالج الطفل في يعني في مراحل متقدمة زي علاج العصب، لأنه بيحتاج إلى جلسات، بيحتاج إلى إبرة بنج. إبرة البنج هذه الحالة كابوس للطفل، اي ما راح يتقبلها، وممكن صحيح. اذا جلس اول مره واخذ ابره البنج ورضاك ممكن المره الجايه ما يرضى انه يجي عياده الاسنان، فيضطر الطبيب عشان يلخص الموضوع انه بيخلع السن اللبني لانه بحكم انه خلاص متاكل ومتهالك. نعم. هنا تظهر عندنا اول نتيجه سلبيه للخلع اللي هو لخلع السن اللبني، الخلع المبكر يعني. الخلع المبكر قبل 6 سنوات. أيه. ليه؟ لأنه سبحان الله الأسنان الدائمة عند 6 سنوات كل سن له وقت وله زمن معين وله شكل معين بيطلع فيه. أيوة. فلما الأسنان اللبنية بيتم خلعها قبل المدة المحددة لها اللي هي إنها بتنزل لحالها، الأسنان الدائمة ممكن بتطلع في أماكن غير أماكنها بأشكال غير شكلها، بتأثر على اللثة، بتأثر على مواضع الأسنان الثانية، بالتالي حيكبر المريض، حيوصل عند عمر 10 سنوات 11 سنة بيجينا العيادة بيسأل دكتور ينفع أنا أسوي تقويم؟ ليش؟ لأنه بدأ يلاحظ
بدأ يفهم، الوعي عنده بدأ يزيد. نعم. بدأ يشوف إنه أسنانه ما هي مرتبة، ممكن لما يجي يكفل فم الفكين ما بيطبقوا على بعض. فبيقول لك دكتور أبغى أعمل تقويم. عندنا المرحلة اللي هي من 6 سنوات إلى 12 سنة، هذه مرحلة اللي هي الميكس اللي هو التبديل الأسنان اللبنية بالأسنان الدائمة. وهذه حندخل فيها دكتور أيمن، لكن حنطلع فاصل وإن شاء الله نتكلم مثل ما تكلمنا عن وقاية الأسنان اللبنية عند الأطفال، كذلك عند الأسنان الدائمة ما بعد 6 سنوات. حنطلع فاصل مستمعين الكرام، لكن أذكركم بأرقام التواصل إذا حابين تتصلوا علينا. فقط أرسل رسالة نصية واكتب فيها طبابة واسمك وإحنا راح نتصل عليك على STC 85 1040، موبايلي 660001، وأخيرا في زين 701313. خلوكم معنا. طبابة ألف مع عادل بربع، العيادة المسموعة. حياكم الله مستمعينا الكرام، وموضوعنا في هذه الحلقة ما زال عن الوقاية وجمال الأسنان. اللي حاب إنه يعني أسنانه تكون جميلة وحلوة وبيضة عاد يسمعنا في هذه الحلقة، وطبعا حيستمع إلى ضيفنا هو الدكتور أيمن بوزير، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان من عيادات المرجع الطبي بمدينة جدة. للتواصل معنا مستمعينا بإمكان أنكم ترسلوا رسالة نصية تكتبوا فيها طبابة واسمكم وإحنا راح نتصل عليكم، أو إذا حبيتوا تكتب الرسالة إحنا راح نقراها لكم على الهواء. فقط ارسلها على الأرقام التالية STC 85 1040، موبايلي 660001، وأخيرا في زين 701313. طبعا احنا تكلمنا دكتور ايمن في البدايه عن الوقايه الاسنان اللبنيه عند الاطفال، والان ندخل عن الاسنان الدائمه ما بعد 6 سنوات. تمام. احب اقول ملاحظه، متى ما كانت المحافظه على الاسنان اللبنيه موجوده، متى ما ظهرت الاسنان الدائمه بالشكل الصحيح والجميل، وبالتالي تنشا الاسنان الدائمه بالشكل السليم. نعم. هنتكلم عن الأسنان الدائمة عند عمر 6 سنوات. أي. وعلاقتها بالجمال. نعم. خلينا نقسم عملية أو التجميل إلى قسمين، في تجميل علاجي وفي تجميل لغرض تحسين المظهر. التجميل العلاجي تبدأ بمراحل، خلينا نأخذ على إنها قصة. نعم. الشخص بمجرد ما تبدأ الأسنان الدائمة بتطلع عنده، دائما بننصح بالمراجعة الدورية لعيادات الأسنان. أيوة. كل 6 شهور مرة أو كل سنة مرة. طبعا الشخص هو بيقيم نفسه، هل هو كل 6 شهور مرة أو كل سنة مرة، على حسب اهتمامه بأسنانه، اهتمامه بتنظيف الأسنان إلى آخره. أول مراحل اللي بيعدي فيها السن من المشاكل اللي هو التصبغ بسبب تكون طبقة الجير على الأسنان. عدم الاعتناء بالأسنان الدائمة وتنظيفها وحمايتها بتسبب بكتيريا تسبب طبقة الجير، اللي بعد كذا تتطور إلى تكون التسوس. جميل. تصبغ الأسنان، عشان نتجنب تصبغ الأسنان أو إذا بدأت تصبغ الأسنان بتتصبغ وبتبدأ تتاكل، بيضطر المريض إنه بيرجع لعيادة الأسنان، بيراجع الطبيب، دكتور أنا عندي أسناني بدأت تتصبغ، هو ما بيعرف إيش سببها. هي دائما تكون الجير. الجير لما بيبدأ بطبقة بسيطة خفيفة لا تكاد أن ترى بالعين، لأنه بيكون لونها نفس لون السن، وبيبدأ يتحول اللون إلى أغمق. أغمق أغمق. فأحيانا الشخص على حسب الوعي والفهم، إذا بيشوف بدأت أسنانه يعني بتتأثر بشكل بسيط، فممكن يراجع الطبيب على طول. إحنا هنا ممكن نعمل له اللي هو عملية التنظيف والتلميع، فنلحق على السن قبل ما إنه تراكم ويتكون عندنا التسوس، بالتالي تكون فجوات إلى آخره. إذا عدت المرحلة هذه وبدأ السوس يتكون في السن، بتبدأ في حفر وفجوات ظاهرة وممكن بألوان غامقة شوية. نعم. هنا المريض لما بيجينا العيادة هنا بنضطر إلى إنه نعمل له تنظيف للسوس، وبنحشيها بحشوة تجميلية. هنا عندنا إحنا أول خطوة للجمال. نعم. تجميل
لأجل أنه نحافظ على ما تم فقده من السن. المرحلة الثانية أنه إذا تأخر في عملية تنظيف السوس هنا بتطور إلى وصول التسوس إلى العصب أو كشف العصب. نعم. هنا معناته أنه هيلجأ إلى أمرين، واحد من اثنين، يا إما بيسحب العصب أو أنه بيخلع السن كامل. دائما بننصح أنه يكون خلع السن آخر حل للمشكلة، لأنه الأسنان الدائمة عند فقدها لا يمكن أن تعوض أبدا. فبالتالي الحل الثاني اللي هو علاج العصب. علاج العصب هنا بعد ما نعمل علاج العصب أغلب الأطباء بينصحوا المريض أنه يعمل تلبيسة أو كراون. ليش؟ عشان نحافظ على ما تبقى من السن الطبيعي، لأنه بعد علاج العصب السن بيفقد قوته. نعم. بيصير ضعيف لأنه سن ميت، فبيكون عرضة لأنه يتكسر، يعني أثناء ما بيأكل المريض ممكن أي حاجة قوية بيحصل السن انكسر، لأنه ضعيف صار، يعني لأنه السن صار ضعيف. نعم. إذا كان الكسر في الحشوة فقط فهذا شيء بسيط، لكن أحيانا أنه الكسر بيكون جزء من الحشوة وجزء من السن. هنا بيضطر المريض إلى أنه يدخل على موضوع أنه بيعمل بوست أو دعامة عشان نرجع نبنيها تاني، وبعدين بنضطر أنه نعمل كراون. فعشان كده بننصح دائما من البداية بعد علاج العصب أنه نعمل تلبيسة عشان نحافظ على السن. نعم، على المسافة الموجودة. نعم. هذه تعتبر كلها تجميل لأجل العلاج. لأجل العلاج، نعم، وليس نعم. لأجل التجميل بذاته. نعم. آخر مرحلة في العلاج في التجميل العلاجي اللي هو التجميل التعويضي، وذلك بعمل تركيبات بأنواعها، تركيبات البورسلين، تركيبات الزيركون بأنواعها، التركيبات المتحركة. اختيار نوع التلبيسة أو التركيبة تعتمد على الحالة. مثلا حالة التلبيسة للسن الواحد هتكون دائما قلناها للمحافظة على السن من الكسر، وعادة تكون بعد علاج العصب. في عندنا حالات التعويض لأكثر من فراغ بين الأسنان، هذا لما يكون عندنا مريض أول ما بيشتكي من ألم بيروح لدكتور الأسنان بيقول له يا دكتور أنا تعبان، أنا بشتكي من ألم، باختلاف درجة الألم اخلع السن. نعم. طيب ننظف نحشي؟ أبدا، خلاص عنده فكر أنه خلاص ألم السن بيسبب له ألم نخلع. فبيجي عند عمر يعني مرحلة متقدمة من العمر بعد فترة مرحلة البلوغ أو قبل مرحلة اللي هو الزواج، بيلاقي أنه فمه في أسنان كثيرة مخلوعة، في فراغات بين الأسنان. فبيجي على أساس أنه يطلب شيء تعويضي تجميلي عشان نحل المشكلة، فبنضطر أنه نعمل تركيبات، يا أنه بنعمل ذراعات أو بنعمل جسور عشان نعوض الفراغات اللي موجودة بين الأسنان. وفي عندنا حالات اللي هي التركيبات المتحركة، وهذه طبعا في لها أنواع كثيرة. هذه بتستخدم لفئة من المرضى، وأغلبهم هم مرضى السكري بسبب ضعف اللثة عندهم أو ضعف العظم. هندخل الآن، إحنا كده خلصنا أربع مراحل للعلاج أو عفوا للتجميل العلاجي. نعم. هنتكلم الآن عن التجميل اللي هو من أجل تحسين المظهر. تجميل الأسنان عادة بتكون هناك خطة علاجية بيوضعها الدكتور للمريض، تبدأ بتنظيف الأسنان، بتلميعها، إزالة طبقة الجير، إزالة التصبغات، حشوة الأسنان بالحشوات التجميلية، علاج العصب، إعادة استطفاف الأسنان عن طريق استشارة أخصائي التقويم، التبييض، عمل الوجوه التجميلية اللي هي بأنواع الفينير، اللومينير، الهوليوود سمايل، اللي هي الأشياء الآن اللي هي شائعة أكثر شيء هي الهوليوود سمايل. طيب الغرض من التجميل لتحسين المظهر، احنا لما تظهر الاسنان بشكل غير صحيح، اصطفاف غير صحيح، اسنان تطلع في اماكن غير اماكنها، عاده الطبيب لما بيوضع خطه علاجيه للمريض بيوضعها لانه يبدا فيها بالتدريج. يبدا بالاشياء البسيطه زي الحشوات وعلاج العصب اذا كان في خلع، اذا بعد كذا بيحتاج الى تقويم بيشوف اخصائي التقويم، وبعدين يبدا الدكتور بيعمل التجميل اللي هي العدسات وغيرها او التركيبات. ليه؟ لانه في مرضى او مراجعين بيراجعوا عيادات الاسنان وبيجوا عند الطبيب بيقولوا له يا دكتور انا
مقبلة على مناسبة، مقبلة على فرح، مقبلة على أي حاجة، فأبغى أضبط أسناني وتكون الفترة جدا قصيرة. نعم. فيبغى حلول، فيبغى حلول مستعجلة عشان يجمل. نعم. هذا أنا دائما أنصح المريض بعدم الاستعجال أو أنه بيعجل في الطبيب على أنه يوضع خطة علاجية، لأنه الشيء إذا بنى على شيء خطأ حيستمر في الخطأ. نعم. خاصة في الأمور التجميلية. لكن لما يكون مبني على شكل صحيح حيستمر معاه فترة طويلة من العمر. جميل جدا. أنا أذكر المستمعين الكرام قبل ما نطلع الفاصل وحنكمل في نقاط متعددة ومهمة جدا في مسألة التجميل من أجل أن يكون فعلا مظهر الأسنان بشكل متراس ومناسب، وهي تعود من ناحية النفسية أن يكون الإنسان أمام الآخرين ذات يعني كذا ثقة في نفسه وهو يتكلم أو يبتسم وما إلى ذلك، وهذا مهم جدا أن نسمع أن التجميل وأنواعه، متى هو الوقت المناسب، وأنواع التبييض والعدسات التجميلية والمشاكل اللي بيواجهها الطبيب مع المريض خاصة في مثل هذه الظروف. كل ذلك وأكثر، لكن بعد فاصلنا. وأذكركم إذا حبيتوا تتواصلوا معنا ترسلوا رسالة نصية على الأرقام التالية حتى نقدر نتصل عليكم، على STC 85 10 40، موبايلي 66301، وأخيرا في زين 70 13 13، تكتب فيها طبابة واسمك وترسلها على الأرقام اللي ذكرناها. فاصل ثم نعود إليكم، ابقوا معنا. طبابة ألف مع عادل بربع، العيادة المسموعة. يا أهلا فيكم مستمعينا، ويا مرحبا باللي حابين إنهم يستفيدوا معنا في موضوع الوقاية، وعشان تكون أسنانكم إن شاء الله من أروع وأجمل ما يكون في هذه الحلقة اللي راح يكلمنا عنها ويعطينا كثير من المعلومات المهمة حول التجميل للأسنان الدكتور أيمن بوزير، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، واللي حاب إنه يستفيد أكثر وأكثر باستشارات ويعرف عن قرب هذا النوع من الوقاية بشكلها السليم والتجميل، بإمكانه أنه يزور عيادات المرجع الطبي بمدينة جدة. ناخذ اتصال هاتفي معنا خالد الحربي. حياك الله خالد. أهلا فيك حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك حبيبي؟ تمام تمام حبيبي. بغيت أسأل الدكتور بس سؤالين أسئلة إن شاء الله. معك الدكتور أيمن، تفضل. خالد كيف حالك دكتور؟ حياك الله بخير، الله يسلمك. تفضل دكتور. أنا عندي ولدي عمره سنة، عنده أسنان الأمامية فيها لون أبيض يعني يختلف عن لون الأسنان. تمام. فما أدري هي هل هو تسوس هل تمام يعني لون أبيض كذا مختلف شوية عن أيوه بتبان كذا كأنها زي اللي فيها زي الطباشير كذا أو يعني شوية معتم عن باقي لون الأسنان، صحيح؟ أيوه. تمام. هذه أنا كنت بتكلم عنها قبل شوية، هذه سببها الحليب. كم عمر الطفل؟ سنة. طيب هنا إحنا دائما بننصح الأمهات إنه أثناء النوم إنها بتمسح، لأنه الطفل بيقوم بيشرب الحليب وبيرجع يكمل نوم، بس بقطنة خفيفة فيها موية بيمسحوا على سطح السن عشان نشيل طبقة الحليب من على السن. لكن اللي صار فيها اللي هو تغير اللون هذا خلاص حيبقى معاه وما راح ايش ما راح انه يتغير يعني. وبعدين هي في الاول والاخير اسنان لبنية، الاهم انه احنا بنحاول نحافظ عشان ما تزداد سوء ان شاء الله قدام العافية. السؤال الثاني اخوي خالد. السؤال الثاني حديثي بس طب الوقاية، يعني كيف احافظ على اسنانه يعني اذا في لهم معجون معين او طيب طريقه معينه. حناخذ الاجابات كلها وبعد اخذ الاسئله كامله ان شاء الله. تسمعنا من الراديو اخوي خالد. معانا اتصال اخر، عبد اللطيف. الو. يا هلا، يعطيك العافيه. الصراحه يعافيك على برنامج الرايه. الله يسلمك، تفضل عبد اللطيف. بس سؤالي للدكتور. دكتور انا عندي طفل عمره 6 سنوات، طاحت اسنانه الاطمان الطفوليه، فحد الان ما طلعت للسن، صار له تقريبا 3 شهور او شهرين. اي طيب، هذا السؤال. وهذا السؤال ان شاء الله جاوبك. طيب. في اي استفسار قبل ما يقفل؟ لا لا اوكي تمام خلاص. يعطيك العافيه، يجاوبك ان شاء الله. العفو. معانا خديجه، تفضلي اختي خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال استاذ عادل؟ يا هلا فيك، الحمد لله. ممكن اسال الدكتور سؤال؟ اي تفضلي. حب اسال عن العدسات
ايش الفرق بين اللومينير والفينير؟ طيب. الفرق بين ال... تمام واضح. واضح ان شاء الله. ام غزل يا هلا يا هلا. ام غزل مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا ام غزل. كيف حالك يا دكتور ايمن؟ حياك الله، اهلا وسهلا. ممكن اسال؟ عندي سؤالين بالامانه، مش واحد. اول شيء بسال ايش رايك في التبييض بجهاز الزوم، وهل لي اثار سلبيه؟ السؤال الثاني عن توليد اللثه، ممكن تشرح لي طريقتها؟ طيب حاضر. طيب ان شاء الله يجابك. يا هلا. معانا كذلك اتصال مازن. السلام عليكم. يا هلا. عليكم السلام ورحمه وبركاته. كيف حالك يا دكتور؟ حياك الله، تفضل، معك الدكتور ايمن. حياك الله يا دكتور. حياك الله مازن، تفضل. الله يسلمك، مشكورين على المعلومه الجميله اللي قدمتها، ولكن في استفسارين بسيط الله يحفظك. تفضل. بالنسبه بخصوص الجير، وهل هو معناته الجير اللي موجود يأثر هو كجير على الأسنان، أو أنه يهيئ البيئة المناسبة لتكون السوس؟ تمام. هذا بس السؤال الأول. الثاني طول العمر، اللي هو عندي طفل عمر تقريبا الآن 6 شهور، هل مفترض الآن يبدأ يطلع أسنان اللبنية له، أو أنه لسه إلى سنة تقريبا؟ نعم تمام أوكي، إن شاء الله يجاوبك ودام العافية أخوي مازن. شكرا، جزاك الله خير. يا هلا يا هلا. طيب، كان السؤال الأول أخونا خالد وجاوبتك على سؤاله الأول دكتور أيمن، الآن بيسأل عن كيفية الوقاية للطفل. طيب. لأسنانه. احنا قلنا أنه عندنا من بداية ظهور الأسنان اللبنية اللي هي عند 6 أشهر إلى نعم. سنة ونصف أو سنتين، الطفل ما حيكون عنده القدرة على أنه يستخدم الفرشة أو المعجون، أو أنه يصير في كنترول عملية المضمضة لتنظيف نعم. الأسنان. فهنا قلنا أنه يكتفي أو تكتفي الأم بمسح طبقة الأسنان بالقطن، اللي هو قطن المبلول بالموية. نعم. فيما بعد السنة ونصف أو سنتين، هنا بيبدأ الطفل شوية شوية بنعلمه كيف يستخدم الفرشة والمعجون، حيصير بعد كذا لأنه عنده صار عنده تحكم شوية. نعم صار عنده تحكم وكنترول في الأشياء هذه، فحيبدأ هو يساعد في أنه بينظف أسنانه بيهتم نعم. فيها، لكن لازم من المتابعة من الأم. أيوة، خاصة ما هو ما بعد الأكل، نعم، قبل النوم، نعم، بعد نعم، نعم. يفضل دائما، يفضل دائما تعليم الأطفال إنه بعد كل وجبة يستخدم الفرشة والمعجون قبل النوم شيء ضروري. ليه؟ لأنه هذه عادة إذا بدأ فيها واستمر فيها حيستمر معه طول العمر. يا سلام. معنا عبد اللطيف اللي طبعا طفل عمره 6 سنوات. تمام. أيوة. هو بيقول إنه الأسنان اللبنية. نعم، وذكر عن سقوط الأسنان اللبنية وما ظهرت بعد 2 شهر. يعني عنده تمام، عنده عمر 6 سنوات. أي نعم. وما ظهرت الأسنان الدائمة. ما ظهرت الأسنان الدائمة. أيوة، ما ظهرت الأسنان الدائمة بعد سقوط اللبنية. طيب، عادة عند عمر 5 سنوات أو 6 سنوات عوامل كثيرة بتأثر على خروج الأسنان اللبنية وظهور الأسنان الدائمة. نعم. خروج الأسنان اللبنية أحيانا بتتأخر، السبب إنه ما يكون في قوة دفع من الأسنان الدائمة للأسنان اللبنية، فبتتأخر ممكن إلى 6 سنوات، ممكن إلى 7 سنوات. سبب عدم الدفع هذا إنه اللثة بتكون قوية شوية، ضامة ماسكة في الأسنان اللبنية. نعم. أحيانا بيظهر إنه السن الدائم بيطلع من الجهة الخلفية للسن اللبني. هنا إحنا لازم ننتبه ونتابع الطفل، إنه لو بدأ السن بيظهر بنلاحظ السن اللبني المفروض انه يبدا يتحرك. نعم. اذا ما تحرك السن اللبني هنا نحتاج، او انه اذا ما ظهر السن الدائم اساسا تمام عند 6 سنوات أو 7 سنوات، بيحتاج الى انه يراجع الطبيب عشان يتاكد انه السن الدائم اوريدي جاهز عشان يظهر. هنا نعم. يتم خلع السن اللبني، بنعطي مجال للسن الدائم انه يحصل في المكان تبعه موجود فاضي، فبيبدا يطلع خلال أسبوع زمان إن شاء الله يبدأ السن يظهر. نعم. كانت أخت خديجة أيضا اتصلت بتسأل عن العدسات. نعم. الفرق بين الفينير واللومينير. نعم. طيب. الفينير واللومينير هذه حالة تجميلية، هي اللي هي عبر اللي هي الهوليوود سمايل. لكن إيش الفرق بين الفينير واللومينير؟ في مفهوم خاطئ عند كثير من الناس إنه لما يجي عند الدكتور الدكتور عمل لي هوليوود سمايل. إيش الهوليوود سمايل؟ الهوليوود سمايل فيه فينير فيه لومينير، ايش الحالة اللي بتناسبها؟ في ناس بينفع معهم الفينير ما بينفع اللومينير، وفي ناس بينفع معهم اللومينير وما بينفع الفينير.
الفرق بينهم انه الفينير بيحتاج الطبيب الى انه يعمل تحضير للاسنان واخذ مقاس وعليها يتم تعويض ما فقد اثناء التحضير في العدسه. نعم. هذه بنستخدمها للحالات لو كانت في عدم اصطفاف الاسنان، في فراغات بين الاسنان، هنا بيضطر الطبيب، او انه الاسنان متاكله او في تصبغات شديده، هنا بيضطر الطبيب الى انه يسوي عمليه تنظيف للتصبغات هذه، فيعمل برد للسن لواجهات الاسنان فقط، هي مش سن كامل، هي واجهات الاسنان فقط، وبنعوضها بالفينير. نعم. اللومينير هذه لما تجينا حالات هنا لما تجينا حالات تكون الاصطفاف في الاسنان فيها بشكل جميل، ما في اي مشاكل، لكن المريض بيبحث عن اللي هو الشكل الجميل او اللون الابيض. نعم. تمام. هنا بناخذ له مقاس نرسله للمعمل، المعمل بيحضر لنا او بيعمل لنا عدسات جاهزه انها تركب على طول على سطح السن. ايوه. هنا دائما بنقول المريض اذا عمل اللومينير وفكر مستقبلا انه يفكها او يشيلها، عنده يعني في مجال انه يشيلها لانه اسنانه على ما هي عليه، على وضعها الطبيعي. نعم. لكن الفينير لا، دائما بننصح المرضى اللي بيعملوا فينير او مقبلين على انه يعملوا فينير، بننصحهم ونقول لهم انه عمل الفينير شيء بتركبه وبتنساه خلاص. هذا هو الفرق بين الفينير واللومينير. أم غزل ذكرت التبييض بجهاز الزوم. تمام. التبييض بالزوم، جهاز الزوم يمكن هو أحدث الأجهزة الموجودة حاليا كجهاز تبييض. نعم. كتأثير جانبي هو ما في، هو فيه ما في أي حاجة تجميلية إلا يكون فيها تأثير جانبي، لكن مع تطور الأجهزة إحنا بنعرف إنه التبييض كان بدأ معانا بجهاز الليزر وكانت نتائجه يعني مش ذاك الشيء، لكن مقابلة يعني مقابلة بال أو مقارنة بالتأثير السلبي جدا كانت التأثير الجانبية جدا واضحة. ليه؟ بتسبب التهابات في اللثة، بتسبب انتفاخ، بتسبب تورم للشفايف. لكن الجهاز الزوم الآن كل ما تطورت الأجهزة كل ما استحدثوها أكثر، كل ما قللوا السايد افكت تبعها، كل ما كانت النتائج أفضل. نعم. للأمانة جهاز الزوم بيعطي نتائج في أقل وقت، نتائج مبهرة وأقل ضرر. لكن في سؤال كثير، يعني سؤال ناس كثير بيسألوه، يا دكتور التبييض كم بيستمر؟ هذا السؤال، أو إيش درجة البياض اللي ممكن نوصل لها؟ هذا بيختلف من شخص إلى آخر. دائما أنا بقول للمراجعين عندي في العيادة إنه لا تسألني إلى أي درجة التبييض أو كم مدتها، لأنه هنا في عوامل بتأثر على التبييض. أول حاجة إذا كانت عوامل وراثية، ممكن العيلة كلها بتكون أسنانهم أصلا لونها صفرة، فلما تيجي تعمل التبييض هتقعد فترة بسيطة وترجع. ليه؟ لأنها شيء وراثي. لكن في عوامل خارجية، نقول عوامل مكتسبة بتأثر على التبييض، زي العادات الخاطئة، التدخين، الشيشة، شرب السوائل أو العصيرات اللي فيها والغازيات، والغازيات اللي فيها الصبغات، الشاهي، القهوة، هذه كلها بتأثر على التبييض. يعني مستحيل بيجيني مريض بيعمل عندي جلسة تبييض وبتطلع النتيجة حلوة وبيطلع ويجيني بعد شهر يقول لي دكتور أسناني صفرت. طيب تعال نقعد نشوف هل في عادات خاطئة أنت بتعملها، في شيء بيأثر. لكن إذا كان شيء وراثي إحنا ما نقدر نتحكم فيه، تدخلوا فيه. طيب. وسألت برضو سؤال تاني عن التوريد. أي نعم، توريد اللثة. توريد اللثة، بدأ التوريد اللثة قبل ما يطلع الأجهزة الجديدة وأجهزة الليزر، كان يكون باستخدام المشرط. نعم. هي عبارة عن إزالة لطبقة السطحية. نعم. للثة، وبعد فترة يعني حوالي 4 أيام إلى أسبوع تبدأ تتكون طبقة جديدة. نعم. فبتبان إنه لسه وردية. نعم. حاليا في أجهزة موجودة اللي هي بالليزر، لا يكون في استخدام للمشرط، يعني ما يكون في تدخل جراحي، أقل ضرر، نتائجه مبهرة، ما يكون في نزيف دم،
وتتعمل في وقت جدا بسيط. جميل جدا. نطلع فاصل مستمعينا، وأذكركم بإمكانكم التواصل معنا ورح نتصل عليكم هاتفيا. فقط اكتب طبابة واسمك وارسلها رسالة نصية على الأرقام STC 85 1040، موبايلي 66001، وأخيرا في زين 701313. خلوكم معنا. طبابة ألف مع عادل بربع، العيادة المسموعة. ودائما يا رب ابتساماتكم جميلة ورائعة، لكن لما تكون هناك وقاية وأيضا الاعتناء بصحة وسلامة الأسنان سواء لنا ولأطفالنا. الحديث عن الوقاية وجمال الأسنان حديث شيق مع الدكتور أيمن بوزير، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان من عيادات المرجع الطبي بجدة، وموقعهم بمدينة جدة طريق الملك تقاطع شارع حراء. طبعا وصلنا الدكتور أيمن مع المتصل الأخير هو مازن، وذكر كان سؤالين عنده. الأخ مازن كان بيسأل إنه هل الجير بيأثر على الأسنان وهل هي تعتبر أول طبقة للسوس؟ نعم. نعم. الجير هي أول طبقة تتكون بسبب البكتيريا عند توفر الوسط المناسب لها والبيئة الخصبة لها. عدم أو إهمالها بيبدأ يسبب تآكل السن، وبتبدأ هنا تتطور إلى أنه يبدأ يتكون السوس على شكل حفر وفجوات. نعم. السؤال الثاني بيقول أنه الطفل عنده 6 شهور ولم تظهر الأسنان اللبنية. هنا إحنا دائما أنا بنصح المرضى في الحالة هذه أنه استنى شوية، يعني ممكن إلى 7 شهور، ممكن أحيانا توصل إلى 8 أشهر. نعم. عشان تبدأ تظهر الأسنان. لكن نحب ننوه إنه النظام الغذائي للطفل شيء مهم جدا جدا جدا. جميل. ليه؟ لأنه إحنا بنعرف إنه الغذاء للسن الكالسيوم، فدائما بننصح بشرب الحليب بشكل كبير، لأنه بناخذ إحنا الكالسيوم من الحليب، يعني هو المصدر الرئيسي للكالسيوم. نعم. يعني النظام الغذائي له ارتباط وثيق بصحة الأسنان. نعم جدا جدا. نعم. فدائما ننصح انه يكون نظام الاكل بالنسبه للطفل، طبعا الطفل ما حيكون اكله زي اكل اللي هو الشخص الكبير، بيعتمد على الحليب، بيعتمد على ممكن اللي هي الفواكه البسيطه، الخضار، الاشياء المسلوقه، هذه الاشياء كلها بتزود مناعه الجسم، بتعطي قوه للاسنان اللبنيه انها تطلع وتظهر. لكن في برضو حاجه تانية ممكن نعملها في البيت بتساعد على انه الاسنان اللبنيه تطلع، اللي هي بنحاول نعمل مساج بسيط للثة. نعم. باستخدام مثلا الأصبع أو باستخدام اللهاية، هذه كلها أشياء ممكن بتحفز الأسنان اللبنية إنها تطلع، وبتساعد اللثة إنها تكون طرية، بتسهل طلوع أو ظهور الأسنان اللبنية. نعم. طبعا نحن بنسأل وندخل في موضوع التجميل بشكل أكبر دكتور أيمن، وخاصة لما نتكلم عن الواحد لما يبغى يبدأ يخش في موضوع تجميل أسنانه، الوقت أو السن المناسب نقول والله مناسب أنك أنت تعمل هذا التجميل. طيب إحنا حاليا مقبلين على فترة الصيفية. نعم. هتكثر فيها المناسبات اللي الأفراح، وإن شاء الله داخلين على شهر الخير، شهر رمضان الكريم الله يبلغنا وياكم. نعم. وشهر العيد، فدائما بفترة هذه يجون المراجعين لعيادات الأسنان بيطلبوا اللي هي تجميل. نعم. دائما أنا بنصح، أو دائما عفوا بيجي المريض دائما بيجي هذا وبيسأل دكتور التجميل كم مدته، إيش النتيجة النهائية للشيء اللي أنا بعمله. هذه أكثر مشكلة بيواجهها الطبيب مع مريض التجميل، الوقت والشكل النهائي. دائما لما الطبيب يعمل خطة علاجية لا يجي المريض يعجل في الطبيب في انه يضع الخطة. ليه؟ عشان نوصل لشيء جميل. اثناء العلاج او بداية الدكتور مثلا جاء الطبيب وقال انه فترة العلاج بتاخذ مثلا 2 أسبوع،
يتفاجأ المريض إنه المدة طولت عن أسبوعين. طيب ليش طولت؟ أحيانا الدكتور بس يبدأ العلاج بيحصل في أشياء نقدر نقول كوارث، فراغات بين الأسنان، تسوسات بين الأسنان، فبيضطر إنه يرجع يعمل تصحيح وضع للسن وبعدين يرجع يعمل لها التجميل. نعم. عشان لأن التجميل يعتبر آخر مرحلة، آخر مرحلة بعد يعني معرفة سلامة الأسنان بشكل عام. نعم فعلا. نعم. الشكل النهائي، الآن العلم استحدث والأجهزة تطورت. زمان كان المريض بيحضر له الدكتور الشغل وبيعمل له وبيركب له وبيوصل النتيجة، ممكن المريض ما يقتنع فيها. الآن في برنامج اسمه الديجيتال سمايل ديزاين، بناخذ صورة لفم أو لشكل الأسنان المريض وبنرسلها للمختص، بيحطها في برنامج بيطلع لنا أكثر من ديزاين لإبسامة، بنعرضها للمريض بيشوفها ليه عشان يقتنع نفسيا. نعم. بالشكل النهائي. نعم، حيشوف الشكل اللي حيكون عليه. نعم. قبل ما تعملوا. نعم. العملية متى ما كان المريض مقتنع بالشيء اللي هو حيعمله حيرتاح والطبيب حيرتاح. نعم. ليه؟ ما حيكون يعني ما حيواجهه مشاكل، لكن لما نعمل له شيء وما بيشوف وبعدين بيتفاجأ بشيء، أحيانا بيكون شيء جميل لكن بيطلع المريض وبيقعد مع الناس أصحاب أهل، والله كل واحد بيدي تعليق. هنا نفسيا المريض حيبدأ يتأثر، ممكن الشغل كله حتى لو كان بيرفكت ممكن ما. جميل جدا. حناخذ اتصال هاتفي معنا. أحمد. ألو. مرحبا أحمد، تفضل. السلام عليكم دكتور عادل. معك دكتور أيمن. أنا عليكم السلام. يا هلا، تفضل. الله يحفظك دكتور أيمن، إيش أخبارك؟ تمام. حياك الله حبيبي، تفضل. الله يديك، الله يديك الصحة والعافية أبويا. حبيبي أنا عندي طفلة عمرها 4 شهور. وأسأل بس يعني هل يعني مفيد لها الهاية وهذه اللي تعرض عليها ولا لا؟ طيب. حاضر. الله يسلم. طبعا احنا قلنا الطفل. نعم. لما نجي نبدأ عند عمر 4 شهور، طبعا هي أول ظهور، أول مرحلة لظهور الأسنان اللبنية هي 6 شهور. عند عمر 4 شهور هنا الهاية بتحفز اللثة والأسنان اللبنية إنها بتطلع في وقتها الصحيح والطبيعي. نعم. فإنه ما في أي تأثير جانبي استخدام الهاية عند عمر 4 شهور، بالعكس احنا بننصح فيه إنه بيبدأ يستخدم. أصلا الطفل بيبدأ يدور على أي حاجة في البيت عشان يبدأ يعضها. أيوة. ليه؟ لأنه ظهور الأسنان اللبنية بتسبب تآكل في اللثة. بس يعني الديمومة عليها ممكن إنها تسبب مشاكل. لا هي بعد دكتور. لا هي إلى مرحلة معينة وبعد كذا. أيوة. لأنه أحيانا كل ما بكي الطفل كل حاجة عطوله هاي لهاي خلاص. لا لا هي يعني إلى صارت إدمان يعني بالنسبة له. هي إلى مرحلة معينة بعد كذا حتى الهاية والمصاصة والأشياء هذه لازم إنها جنبها الطفل، لأنه بتؤدي إلى أشياء ما هي طيبة، ظهور. أنا. الأسنان، بروز الأسنان، هو هذا أشياء فعلا. كثيرة فعلا. نتكلم على موضوع أيضا التبييض، تذكرت جزء منه، أيضا العدسات التجميلية اللي بتلصق في الأسنان. تمام. العدسات وأنواعها هذه. نعم. العدسات هذه اللي هي الفينير واللومينير. نعم. عنها في حاجة هي محصورة في الفينير واللومينير. نعم. الفينير واللومينير. نعم. قلنا احنا انه الفينير له وضع معين نستخدم فيه الفينير. نعم. واللومينير كذلك. نعم. احيانا المريض يكون يعني يرغب انه يعمل لومينير، مع انه اللومينير كسعر بيكون اغلى فما يقدر انه يعمل اللومينير، فبيضطر انه يعمل حاجة يسموها وجيه تجميلية. هذه بتستخدم أو بتنعمل باستخدام الحشوات التجميلية، الحشوات البيضاء اللي يسموها الكومبوزيت. للأسف هذا مفهوم خاطئ جدا جدا، أكاديميا عقلانيا شيء غلط، إنه تستخدم الحشوات التجميلية لعمل وجيه أو عدسات. أي. ليه؟ لأنه بتأثر أول حاجة، أول شيء إنها ما هتكون دائمة. حتى الطبيب اللي بيعملها بيقول للمريض انه هذه مدتها مثلا 6 شهور او سنه، بعد كذا انت بتضطر، او سنتين بالكثير، بعد كذا بتضطر انك انت بتغيرها. معناته انه حاجه ما هي دائمه. نعم. الحاجه الثانيه انه بتسبب التهابات حاده في اللثه، بعد 6 اشهر تبدا اللثه لونها يتغير، تبدا تورم، تبدا تسبب ريحه، هذه كلها من الوجوه او القشور التجميليه. نعم. ايش الفرق بينها وبين الفينير او اللومينير؟
الفينير أو اللومينير بتنعمل في معمل، معناته في مقاسات دقيقة بتنعمل بيها، بينعمل للأطراف، بتنعمل لأطرافها تنعيم بحيث إنه لو دخلت تحت اللثة أو كانت ملاصقة للثة ما بتسبب أي جروح للثة أو تكشير للثة، وبالتالي نتجنب موضوع التهاب اللثة. نعم، احنا وصلنا لنهاية الحلقة. يمكن إذا حبيت تذكر دكتور أي جزئية مهمة خاصة حول المشاكل ممكن إنه يواجهها المريض أو الطبيب في موضوع التجميل والتبييض. دائما دائما أنا أنصح المرضى اللي مقبلين على عمليات التجميل خاصة تجميل الأسنان، نعم، إنه لا يستعجلوا الطبيب في وضع الخطة العلاجية، نعم، عشان يحصلوا على نتيجة جيدة ممتازة يقبلوها نفسيا وما بتسبب أي مشاكل معهم أو مع الطبيب أو مع الدكتور أو إن شاء الله. أشكرك كل الشكر دكتور أيمن على هذه المعلومات الوافرة، والشكر الجزيل أيضا لكم مستمعينا الكرام. كان معنا الدكتور أيمن بوزير أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان من عيادات المرجع الطبي بمدينة جدة، وهم متواجدين إن شاء الله لمزيد المعلومات أو الاستشارات وزيارة العيادات. طبعا المرجع الطبي موجودة في جدة بطريق الملك تقاطع حراء. كل الود والتقدير مني أنا عادل برباع، من الكنترول الزميلة رشا أنديجاني، في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.